بتسجيلة من قبل مصطفى محمد وصناعة محمد صلاح، الفراعنة يسجلون مبكرا هدفا وحيدا أمام الموزمبيق في الشوط الأول من عمر المباراة في منافسات كأس أمم أفريقيا. أنقذت ركلة جزاء محمد صلاح في الوقت القاتل منتخب مصر من خسارة كبرى أمام الموزمبيق بمنحه تعادلا هدفين لمثليهما اليوم الأحد على ملعب فيليكس أوفاويت بواني في أبيدجان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.